مرحبا، اسمي نبيل صالح. لاني بحترم وبدعم الاولمبياد الخاصه الاردني وذوي الاحتياجات الخاصه، انا من هلا وطالع مش راح استعمل كلمه متخلف عقليا، معوق، ريتاردد مع اي شخص بتحدث معه، لانه هاي المصطلحات تؤذي وبتجرح اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا بدنا نحترمهم لانهم هذول اولادنا وبنعزهم وزينا زيهم، زي ما بنحب انه ما حدا يحكي معنا كلمه جارحه، هم ايضا بحبوا ما يتوجه الهم او عنهم اي كلمه خاليه من الاحترام الهم كبشر. وبتمنى انتم ايضا تدعموا هاي بعدم استعمال هاي الكلمات، وايضا تدعموها في حمله من خلال توقيع العريضه على الموقع الالكتروني www.r-word.org. الاحترام لكل فرد في المجتمع مهم، بيجعلنا مجتمع صحيح ومجتمع سعيد. شكرا لكم. طول عمرك.